السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. عشان لما تتسائل ما تستغربش، زي ما قلنا قبل كده إن نيوزيلندا فيها اختلافات كبيرة قوي بين الأجناس والأديان والثقافات واللغات وكل الكلام ده، ولكن بتظل كل الثقافة أو كل جنسية عندها توقعات عن الجنسيات التانية، كمان عندها تساؤلات عن حاجات كتير عندهم بتحصل هم مش قادرين يفهموها. عشان كده جبت لكم النهاردة أكتر 10 أسئلة اتسألتهم كراجل عربي مصري مسلم عايش في بلد أجنبي. انت سعودي؟ ده السؤال الاول، هو قد يكون اكتر سؤال اتسالته من ساعه ما جيت هنا على الاطلاق. جايز لان انا بتكلم عربي، جايز لان هم بيشوفوني بصلي، جايز لان انا دقني اوقات بسيبها يعني مش بحلقها زيهم على الاخر، يعني بسيبها فيها شويه دقن، فده منظر الـ السعوديين بالنسبه لهم. مش عارف، حتى ان في واحد من الناس اللي معايا في التيم صيني، هو كان مسافر سياحه لاوروبا، فكان بيقول لي ده انا رايح بلدكم، ده انا هعدي على دبي. مش دبي دي برضو في السعوديه وانت سعودي؟ قلت له يا ابني انت مبدئيا ما تعرفش حاجه في الجغرافيا، لان دبي مش في السعوديه، وبعدين انا مش سعودي اصلا. فالناس هنا مش عارف ليه عندها دايما توقعات ان انا سعودي، مش قادر افهم ايه السبب. وبرضو بنفس الفكره على اختلاف التوقعات بالنسبه للثقافات، في ناس تقول لي انت ايراني، او ناس تقول لي انت من جنوب افريقيا، وناس كتير جدا افتكرت ان انا هندي. فالناس في توقعاتها عندهم اختلافات كتير قوي، لدرجه ان انا كتير طلعت هندي، وكتير طلعت ايراني، وكتير طلعت من جنوب افريقيا، فمحدش عارف انا منين. ولما بقول لهم ان انا من مصر، الناس بتستغرب جدا، يقول لك مصر، الاهرامات، الفراعنه، الكلام ده كله. السؤال الثاني، وده سؤال انا شخصيا استغربته، بيقولوا لي ايه اللغه اللي انت بتتكلمها دي؟ فاللي هو ايه ده، انا قعدت افكر شويه، قلت ايه ده، هو ممكن يكون في حد ما يعرفش اللغه العربيه؟ يعني ما يعرفش ان في جزء كبير جدا من العالم بيتكلم اللغه دي. ولكن في الحقيقه عادي، اكيد في ناس ما تعرفش، لان هو مثلا عمره ما طلع من بلده، هما ما عندهمش الثقافه اللي عندنا، وما يعرفش ان في ثقافه زينا، زي ما احنا برضو ما نعرفش ان في ثقافات كتيره جدا احنا لا قابلناها ولا شفناها، ولغات اكتر لا قابلناها ولا شفناها ولا نعرف عنها اي حاجه. السؤال الثالث، الناس دايما بتتوقع ان انا ثري عربي، مش عارف ليه. لما بنيجي نتكلم عن الفلوس، هما بيفترضوا ان انت معاك فلوس كتير جدا وما عندكش مشكله انك جاي من منطقه عربيه. فانا مش قادر افهم، جاي ده يكون ليه علاقه برضو بموضوع السعوديه، وان هما شايفين العرب كلهم هما السعوديه، فمش عارف. السؤال الرابع، واللي دايما اي حد يعرف ان انا مصري بيقوم سأله لي، بيقول لي انت رحت الاهرامات ولا لا؟ بقول لهم يا جماعه انا رحت الاهرامات مره كده لما كنا في المدرسه. قال لي ايه ده، ازاي يبقى عندكم الاهرامات وما تروحوش، ازاي، مش عارف ايه. فاللي هو انا ما يعني عادي، اصل الحاجه لما زي الناس اهل اسكندريه كده، لما تقول له انت اخر مره نزلت البحر امتى، ممكن يقول لك مش فاكر، ممكن ما كنتش نزلت السنه دي. فاللي هو هي حاجه موجوده عندنا دايما، فاحنا ما بنشتهيهاش، يعني مش بتوحشنا، لان هي كده كده موجوده، فوقت ما تبقى عايز تروح لها تروح لها. السؤال بقى اللي اي حد بيعرف ان انا مسلم بيسالهوني، بيقول لي هو انتوا فعلا عندكم بتقطعوا ايد اللي بيسرق؟ ف بصراحة لما بتسأل السؤال ده بحس قد ايه المعلومات المغلوطة عن الاسلام منتشرة اكتر من الاسلام نفسه. يعني الناس كل فكرتهم عن الاسلام ان هم بيقطعوا ايد اللي بيسرق، وبيقطعوا رقبة اللي بيزني، وقد ايه سطحية رؤيتهم للاسلام. وده يرجع يقول لك حاجة تانية، ان الناس دي عادي، ناس سطحية جدا، الناس دي لا هم متخصصين، يعني جايز يكونوا متخصصين في حاجة معينة، لكن هم دماغهم سطحية جدا. هو دي الفكرة اللي التلفزيون قالها له، واللي هو بقى مؤمن بيها، واللي بقى دايما شايفها، لكنه ما حاولش يدور وما حاولش يشوف. زي ما احنا على الجانب التاني عندنا برضو شوية توقعات عنهم، وهي دي الحاجة اللي مزروعة جوه دماغنا، واحنا ما بنحاولش نشوف هل هي صح ولا غلط، ما بنحاولش نبص الناحية التانية. وهي دي مشكلتنا كبني ادمين، ان احنا مش بنحاول نبص الناحية التانية، مش بنحاول نشوف الدنيا من منظور الناس التانيين دول. انت منين اساسا؟ ده السؤال السادس. بلد المنشأ دايما يسألك، لان هنا الناس معظمهم يا اما مقيمين يا اما مجنسين، فدايما اللي قدامك بيبقى عايز يعرف انت منين اساسا. والسؤال ده بقى بيرجع لحاجات كتير، هل هو مثلا عايز يعرف انت منين عشان يبدا يصنفك، او هو عادي عايز يعرف انت منين من باب ان هو يتعرف عليك، من باب ان هنا في اختلافات ثقافات كبيره فعايز يعرف اكتر، عايز يعرف انت منين عشان يعرف انت دينك ايه فبرضه يرجع يصنفك. اوقات بتحس ان السؤال ده فيه عنصريه، اوقات بتحس ان هو مش عنصري، سؤال عادي، بس هي بترجع للشخص اللي بيسال مش الشخص اللي بيتسال. السؤال السابع، وهو سؤال كل اسبوع، هتعمل ايه في الويك اند ده؟ دايما وانت في الشغل كده اخر الاسبوع الناس تبدا تسالك انت هتعمل ايه، لان هنا النشاطات بتاعت الناس كلها اوت دور، فالناس كلها مثلا بتروح تعمل هايكنج، بتعمل كامبينج، بتخرج وتلف، يعني دايما الناس عندها حاجه انترستنج خلال الاسبوع. يعني الاسبوع الجاي احنا مخططين لكذا، واللي بعده مخططين لكذا، والناس بيبداوا يبصوا على الجو ويشوفوا الجو عامل ايه عشان هيخرجوا فين او هيعملوا ايه. تلاقي
الشمس طالعه تلاقي الناس بقى ايه واخده القوارب بتاعتها والصيد ورايحين يصطادوا وبحر وشمس وكلام من ده. فسؤال انت تعمل الاسبوع الجاي ده، ده سؤال هتتساله كتير جدا، سواء بقى في الشغل او حتى وانت في سوبر ماركت في اخر الاسبوع بره، ممكن تلاقي الراجل اللي على الكاشير بيسالك بيقول لك ايه ناوي تعمل الاسبوع ده. وبنفس المقياس ممكن تبقى قاعد مثلا واحد انت ما تعرفوش معاك في الشغل يبدا يتكلم معاك، قاعدين تاكلوا على ترابيزه واحده يقول لك ايه بتتغدى ايه النهارده. الناس هنا منفتحه اكتر للاسئله اللي زي دي، الاسئله العامه. ما هو مش بيسالك انت بتقبض كام ولا ساكن فين. بالمناسبه ساكن فين، الادرس بتاعك، العنوان بتاعك، دي بتعتبر معلومه من المعلومات الخطيره او من المعلومات اللي المفروض ان انت ما تقولهاش لاي حد، يعني مش اي حد تبقى عارفه معرفه كده عاديه يبقى عارف عنوان بيتك بالظبط. لحتى الان مش عارف ليه ولكن ده من رؤيتي للي بيحصل، اكتشفت ان دي معلومه سريه، يعني حاجه زي رقم موبايلك كده. السؤال بقى اللي هم لما بيسالوه بيبقوا مستغربين جدا، ايه ده هو انت ما بتشربش؟ الناس بتستغرب جدا من ان هم يقابلوا حد ما بيشربش، مع ان في منهم ناس ما بتشربش عادي، يعني الموضوع مش محتاج استغراب. وفي ناس بقى منهم الظراف يقول لك يا عم ابوك مش هنا اشرب عادي، او يوم قايل لك ما حدش هيقطع راسك هنا لما هتشرب عادي، انت هنا في نيوزيلندا تعمل انت عايزه. والغريب ان دي ناس كبيره، ناس راشده، يعني ناس ادلتس، لكن من الواضح ان كل واحد بيتكلم عن الخلفيه اللي هو جاي منها، هو كان عايز يشرب بس كان بيخاف من ابوه، او من نظرته السطحيه للمسلمين او المنطقه العربيه ان هم هناك بيعاقبوا اللي بيشرب بالطريقه دي، او لان الشرب ممنوع بصوره ما قانونا او دينا. ولكن انا بيبقى ردي عادي جدا، لو مثلا لو هو مثلا يبقى فيجيتيريان يقول لي انا مش باكل لحمه عشان صحتي، طيب انا مش باكل انا مش بشرب خمره عشان انا ديني قال لي لا في المقام الاول، وبعدين بعد كده ممكن بقى نتكلم في الاسباب الثانيه، لا بس انا الاساس عندي ان انا مش بشرب عشان ديني، دي حاجه عاديه جدا. وهم هنا لما الحاجه تبقى ليها علاقه بالدين او ليها علاقه بالسياسه بيحبش يتوغل فيها اكتر، لان الكلام في المواضيع دي عادة لا يؤدي، يعني مش بنوصل لنتيجة. فلا دين ولا سياسة في الشغل، الحياة هتبقى جميلة. انت بتخرج من انهي جامعة؟ لان معظم المهاجرين هنا او الناس اللي جم بيبقوا جايين عن طريق الدراسة، فهم بيجوا يدرسوا في جامعة ما وبعدين بيتخرجوا. طبعا خريجين الجامعات زيهم زي في اي مكان، يعني بتبقى دفعة وبتتخرج والناس بتبقى كلها عارفة بعض، فبيبدأ يسألك انت اتخرجت منين، طب انا اتخرجت من كذا، يعني ده سؤال تاني من منطلق ان هو بيفتح مجال للحوار، او ان احنا كده كده قاعدين نتغدى فتعال ندردش، فهو بيعتبرك ان انت عملت زيه او مشيت في نفس الطريق بتاعه. السؤال بقى الاخير واللي انا والسؤال ده مش انا اللي سألته، في الحقيقه هي مراتي اللي سألته، انت عندك شعر ولا لا؟ يعني لان انا مراتي محجبه فمغطيه شعرها، فجت بنت صغيره كنا في المستشفى فبتسالها، البنت مستغربه شكلها لان البنت الصغيره مش متعوده، جايز تكون ما اعرفش بس هي مش متعوده على شكل المحجبات، ودي حاجه احنا لازم نراعيها ان الناس هنا انت بالنسبه لهم شكلك غريب، كل اللي ليك عندهم الاحترام. فدي بنت صغيره، يعني مش هقول لك بقى ان هم لاعبين في دماغها او في اي حاجه تانية، هي بتسال يعني براءه الاطفال، بتقول لها انت مش قاعده تسالها كام سؤال كده، وفي الاخر سالتها بتقول لها انت عندك شعر. في اللحظه دي امها بقى وشها احمر، ام البنت وشها احمر وبدات تتعصب وتقول للبنت لا اسكتي وما تساليش فاهم. بس هي الفكره ان الامور دي ما بتتخدش بالطريقه دي، هم كتير بيبقوا متوقعين ان احنا مغطيين شعرنا عشان ما عندناش شعر، فهي بيبقى عندهم توقعات ان مثلا ان هي شعرها عيان فعشان كده مغطيها، لان هو ده اللي هم بيشوفوه، يعني هم هنا بيغطوش شعرهم غير لما يبقى عندها مشكله. وهنا بقى بيجي دورنا، انا دايما بقول لمراتي انت اكتر واحده ممكن تدعو الاسلام اكتر مني، لان انا كشخص ماشي في الشارع محدش عارف انا مسلم ولا مسيحي ولا ديانتي ايه، ولكن انت ست مسلمه محجبه ماشيه في بلد غير مسلم، فاي حاجه انت هتعمليها هتتاخد على المسلمين. طبعا هم هنا اول ما بيعرفوا ان الحاجه اللي انت عاملها دي سواء انك ما بتشربش او ان انت محجبه الموضوع ده ليه علاقه بالدين او المعتقدات، في نفس اللحظه بيعتذر لك ويقول لك ان انا مش قصدي ان انا اعمل اي حاجه بس انا كنت مستغرب. ودي النقطه الكويسه ان اوقات ناس بتسال، وفي اللحظه دي بقى انت المفروض تقتنص الفرصه وتبدا تبقى عارف انت هتقول ايه امتى ولمين عشان توصل رساله معينه، عشان تدعو دعوه معينه، عشان تصحح مفهوم معين. بس كده سيدي، دول كانوا اكتر واعجب 10 اسئله اتسالتهم من ساعه ما جيت نيوزيلندا. فلو عجبك الفيديو ده عايزك تعمل له لايك، ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه، ولو مشترك ما تنساش تفعل زرار الجرس عشان دايما يجيلك كل جديد. والسلام عليكم.